نكمل هذه المقالة الرائعة عن وجود العقل التاني. هنا بقى بيتكلم على موضوع العقل او دماغ التاني والميكرو بيوتا. بنكمل الكلام وبنقول انه بتنتج الامعاء بمساعدة مجموعة الميكروبات المعوية طيفا متنوعة من المواد الكيميائية معروفة بتأثيرها على الحالة المزاجية والإدراك، وكذلك التواصل بين الأمعاء والدماغ. وفي الواقع بيتم إفراز أكثر من 90% من مادة السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي مهم ومنظم للمزاج في الأمعاء بمساعدة الميكروبات، وده موضوع مهم. وتتمكن مجموعة الميكروبات المعوية لدينا من خلال الإشارات المرسلة إلى الدماغ من التأثير على الأطعمة اللي نرغب في تذوقها ومقدار ما نأكله. وبتشير آخر الأبحاث إلى أنه عندما تتكاثر بكتيريا مفيدة معينة في الأمعاء، فإن الدماغ ينتج المزيد من هرمون السعادة اللي هو الإكسيتوسين. وبهذه الطريقة يمكن أن تؤثر مجموعة الميكروبات المعوية على عواطفنا وحساسيتنا للألم وحتى سلوكنا الاجتماعي. مش قلنا لكم أنه هو في دماغ في الأمعاء؟ من الواضح أن الأمعاء لها جهازها العصبي الخاص بها، موضوع غريب جدا جدا جدا، وهي أكثر بكثير من مجرد كونها عضو في الجهاز الهضمي. أطلق الأستاذ في جامعة كولومبيا مايكل غيرشون على هذا الجهاز العصبي المعوي اسم الدماغ التاني. شفتوا بقى أن اللي احنا كنا قلناه أصبح بيتقال تاني، ويسلم فقوده لذلك قائلا أن القناة الهضمية من وجهة نظر تطورية هي في الواقع الدماغ الأول، ويشير إلى أنه عندما ظهرت كائنات متعددة الخلايا على الأرض قبل عدة ملايين من السنين، كانت الأمعاء أول عضو يتطور فيها، ومن ثم تطور تدريجيا جهاز عصبي حول القناة الهضمية البدائية. الهيدرا هو مثال حي لحيوان يعمل بلا دماغ، وإنما يحتوي فقط على أنبوب هضمي محاط بشبكة عصبية، يعني أعصابه وجهازه العصبي موجودة في جهازه الهضمي بس. وبيرجح فوكودو أن يكون الخلل في توازن المواد الكيميائية في الأمعاء بما في ذلك الخلل الناجم عن التغيرات في الميكروبيوتا يمكن أن يؤدي لحدوث التهابات وحتى تغيرات شكلية في الدماغ. وقد أشارت دراسات إلى حدوث خلل في التوازن في الأمعاء عند مجموعة واسعة من الحالات الصحية من الحساسية والربو وإلى التوحد ومرض باركنسون ومرض الزهايمر. دي مشكلة كبيرة أنه أصبحت كده الأمعاء بتأثر على مواضيع كتيرة. طيب هنا في وظيفة للإبقاء على رب، يعني أو إزاي إحنا نحصل أو بنشرح الإبقاء على رابط الدماغ والأمعاء سليم عشان تتم الأمور في داخل الجسم بطريقة سليمة. يعني هنا بيتساءل كيف إذن يمكن للمرء الحفاظ على محور دماغه والأمعاء بصحة جيدة طالما الأمعاء كده بتأثر على حاجات كتيرة. يبدأ الأمر من الأمعاء، حيث يوصف فوكودو باتباع نظام غذائي غني بالألياف منخفض في محتواه من الكربوهيدرات المكررة والإضافات. نرجع تاني للفود بيراميد اللي ذكرناه قبل كده، مع التركيز على الفاكهة والخضروات الطازجة والأطعمة المخمرة. ولقد شهد شخصيا حالات أدى فيها التغير في النظام الغذائي إلى قلب الأمور تماما. وإحنا قلنا قبل كده غذائنا ودائنا ودواءنا جاي من دائنا ودواءنا جاي من الغذاء. الكثير من الأدوية ممكن أن تخل بتوازن الميكروب الطبيعي الأمعاء، ويحذر فوكودو من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على وجه الخصوص، كما شدد على أهمية تناول وجبة فطور جيدة كل يوم لدعم الانتظام، عشان الناس اللي بتطلع من غير فطور بيبقوا غلطانين. وبيقول إنه أعلم إن هناك كثير من الأطفال اللي يتغاضون عن وجبة الفطار حتى لا تتحرك أمعائهم أثناء وجودهم في المدرسة. يعني ببساطة يقول لك احنا مش هنفطر الصبح عشان ما نضطرش ندخل الحمام في المدرسة. ويتعين على المدرسين تبني موقف أكثر صحة تجاه الوظائف الطبيعية للجسد مثل تحرك الأمعاء حتى لا يشعر الأطفال بالحرج منها. العادات الأخرى التي تدعم إبقاء محور الدماغ والأمعاء بحالة سليمة هي النوم والراحة لفترات كافية، ممارسة الرياضة بانتظام. يبقى أنا دلوقتي عشان أبقي على محور الدماغ والأمعاء بطريقة سليمة لازم آكل بطريقة منظمة، أراعي التشكيلة بتاعت الأكل بتاعتي وفقا للفود بيراميد، أنام كويس، أرتاح فترات كافية، وأمارس الرياضة بانتظام. وبيعتقد فوكودو بناء على تجربته الخاصة أن أهم شيء يمكن للمرء القيام به لمنع وتخفيف القولون العصبي وتحديد مصادر التوتر في الحياة اليومية والتحدث مع الآخرين عنها بدلا من كتمانها. ومن هذا المنظور فإن العلاج السلوكي الإدراكي واعد بشكل كبير باعتباره أداة للتخفيف من أعراض مشاكل القناة الهضمية وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.
في النهاية قد يكون العلاج المتكامل للعقل والجسم أكثر منطقية لاضطراب محور الدماغ والأمعاء. إن أعراض القولون العصبي هي أعراض حقيقية ومنهكة في بعض الأحيان، ولكن حتى وقت قريب لم يكن بمقدور الذين يعانون من تلك الأعراض توقع سوى قليل من التعاطف أو التفاهم، ناهيك عن العلاج الفعال. أما اليوم فهناك أمل جديد لمتلازمة القولون العصبي والعديد من الحالات الأخرى التي يستعصى علاجها، وذلك بفضل التقدم الهائل في العلم اللي يعني بالتفاعل بين الدماغ والأمعاء، وهو ده الاتجاه العالمي دلوقتي للبحث وزيادة الأبحاث في العلاقة بين الدماغ والأمعاء، الموضوع اللي احنا ذكرناه من حوالي سنتين. مع السلامة.